يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، هل يؤخذ من هذا أن الوتر من أسماء الله؟ لا، ليس من أسماء الله الوتر، من أسمائه الأحد. الأحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، من أسمائه الأحد. أما الوتر هذا لم يرد في أسماء الله، إنما هذا من باب الإخبار، إن الله وتر، هذا من باب الإخبار لا من باب التسمية. نعم.